مساء الخير، دي آخر محاضرة لينا إن شاء الله مع بعض، وهنتكلم فيها عن البايب ماتيريالز والفيتنجز. لما نيجي نختار نوع مواسير لاستخدام معين، لازم نحط في اعتبارنا الخصائص الآتية لأنواع المواسير المختلفة. أول حاجة هو الـ depth of pipe cover فوق الماسورة، أو العمق اللي الماسورة هتتنفذ عليه، الماكسيمم والمينيمم فاليو المسموحين للدبث ده. الحاجة التانية الأحمال المتوقعة على سطح الأرض، وسواء كانت مثلا ماسورة هتتنفذ أسفل طريق، أسفل رصيف، وهكذا. الماتيريال اللي هتستخدم في الردم سواء تحت الماسورة أو فوقها. طول ووزن المواسير، وده مهم جدا في أعمال النقل والتشوين والتخزين. مدى مقاومة الماسورة للكوروجن والكيميكال اكشن، سواء من التربة المحيطة بالماسورة او السائل اللي هيمر فيها. الديفليكشن المسموحة سواء في اتجاه الطولي او في اتجاه الديامتر. هل في سهولة ان احنا نصلح الماسورة في حالة حدوث اعطال او كسر، ومدى سهولة ان انا اربط عليها مواسير جديدة علشان اعمل توسعات مستقبلية. كمان هل البايب فلكسبل بحيث ان انا اقدر انفذ ماسوره منحنيه، يعني ماسوره فيها كيرف. الطول اللي المواسير بتنتج بيه، لان ده هيأثر على عدد الجوينتس او الوصلات وانا بركب المواسير مع بعض. واخيرا الديفورميشنز اللي ممكن تحصل في جسم الماسوره نفسه نتيجه اكستريم تمبريتشر، حدوث اي هبوط، حدوث تأثير للجذور بتاعه النباتات، وهكذا. الاختيار السليم لنوع المواسير اللي هنستخدمها في المشروع بتاعنا يخلينا نتفادى المشاكل الآتية: ان المية تتقطع كتير وبالتالي يحصل interruption في السبلاي، ان تحصل فواقد عالية في المية والهيد لوس، ان كواليتي المية تتأثر، ان عمر المواسير يكون قصير، ان يبتدي تكون تكاليف صيانة شبكة المواسير بتاعتنا عالية. بالنسبة للتصنيف او الكلاسيفيكيشن بتاعة المواسير، فاحنا عندنا two sort of classifications. النوع الاولاني او التصنيف الاولاني بقول ان هم rigid, semi-rigid و flexible، والتصنيف التاني بقول ان هم metallic و non-metallic. لو شفنا التصنيف الأول هنلاقي في المواسير الريجيد عندنا المواسير الكاست ايرون سي اي، اسبستوس سيمنت اي سي، كونكريت، والسيمي ريجيد الدكتايل ايرون الدي اي والستيل، واخيرا الفلكسيبل البولي فينايل كلورايد بي في سي، البولي ايثيلين بي اي، الجلاس رينفورسد بلاستيك الجي ار بي. عايزين بس نتفق مع بعض ان مفيش ماتيريال واحد يناسب كل الاستخدامات وكل المشاريع، فإحنا بندور على أكتر نوع يناسب طبيعة المشروع بتاعنا من حيث الأقطار الأفيلبل، من حيث البريشر اللي يستحملها، من حيث طبيعة التربة، من حيث التكلفة، وبنشوف إيه الأنواع اللي بنستخدمها حسب طبيعة الاستخدام والمشروع بتاعنا. الجدول اللي قدامنا بيبان فيه الكويفيشنت اللي بنعوض بيه في معادلة دارسي لأنواع المواسير المختلفة، وده بيساعدنا ان احنا نقارن بين المواسير من ناحية الفريكشن كويفيشنت. اول نوع في المواسير هنتكلم عنه هو الحديد الزهر، وهو من انواع الميتال بايبس، وده من اقدم انواع المواسير المستخدمة، وابتدى يقل استخدامه للأسباب اللي هنذكرها. مواسير الحديد الزهر مواسير تقيلة، الحوائط بتاعتها أو البدن نفسه سميك. المواسير الزهر عندها بتتعرض أو بتتأثر بالكوروجن بصورة عالية، سواء داخلي من نتيجة مرور المية أو خارجي نتيجة الأملاح الموجودة في التربة، وبالتالي بنضطر إن احنا نعمل لها كوتينج أو لايننج علشان حمايتها سواء بالبيتومين أو بالسمنت. مواسير حديد الزهر لأنه تقريبا بطل استخدامها، فمش هنقترح استخدامها في أي مشاريع حديثة. النوع الآخر هو مواسير الدكتايل ايرن أو الزهر المرن، دي مواسير أكثر مرونة من المواسير الكاست ايرن،
بتتحمل الضغط بصورة عالية strong, durable وسموث، وبالتالي الـ coefficient of friction بتاعها قليل. كمان هي مواسير تقيلة وإن كانت أخف، وسمك الحوائط بتاعها أقل من الـ cast iron pipes، وبتكون أقل أكتر مرونة من الـ cast iron pipes. المواسير الدكتايل بتستخدم بكثرة في شبكات المية للميديوم واللارج diameter. الصورة اللي قدامنا ظاهر فيها المواسير الدكتايل وازاي بنعمل لها حماية سواء داخلية او خارجية. فبنلاقي ان الاكسترنال كوتينج محطوط له تو اكزامبلز، في الصورة اللي على الشمال بالايبوكسي والصورة اللي على اليمين بالبولي ايثيلين، في حين انه اللايننج موجود او ظاهر عندنا في الصورة اللي على الشمال بواسطة الاسمنت. الصور دي كمان بيظهر فيها طول المواسير الدكتايل وسمك الماسورة، واضح انه الوال بتاعها اصغر من لو كنا بنستخدم مواسير كاست ايرن، وبتتعمل يوجولي باطوال صغيرة نسبيا، وده بيتسبب في زيادة عدد الوصلات، وطبعا زيادة عدد الوصلات ده مشكلة ينتج عنها زيادة احتمالات التسريب، وهي بتتعمل بالأطوال المرور لاس قصيرة علشان وزنها ما يكونش تقيل قوي. النوع الثالث من المواسير المعدنية هو المواسير الستيل أو الصلب. طبعا المواسير الستيل بتكون أخف وزنا ومور فلكسبل مقارنة بالمواسير الدكتايل ايرن. هي مواسير قوية وبتتحمل الضغط، وممكن تتعمل في أقطار كبيرة، وكمان أطوالها بتكون أطول من المواسير الدكتايل آيرن، مما ينتج عنه أن عدد الوصلات بتكون أقل، في سهولة في تصليحها عن طريق أنه بيتم لحمها، لكن مشكلتها الأساسية ودي مشكلة كبيرة بتقابلنا مع المواسير الستيل هو موضوع الكوروجن، وبالتالي لازم يتعمل لها حماية داخلية وخارجية. الاستخدامات الأشهر للمواسير الستيل هي الماسورة الصاعدة للخزان العالي أو Rising Pipe to Elevated Tank، ومواسير العدايات سواء كانت عدايات الترع أو العدايات تحت الطول. والصورة اللي قدامنا بتوضح الكوروجن اللي حاصل بعد مواسير البايب عشان نكون فاهمين المشكلة. السلايد اللي قدامنا بيبقى واضح فيها اللايننج اللي بيتعمل لمواسير الستيل، خصوصا لو بتتركب في تربة عدوانية اللي هي بيكون تركيزات الأملاح فيها عالية، وواضح انه بيتعمل لها كذا طبقة من اللايننج والكوتينج. النوع الأول من المواسير النون ميتاليك هي مواسير الأسبستوس سمنت، وديت مواسير ليها ميزات أساسية مقارنة بالمواسير الحديد. أولا ما بتتأثرش بالإنترنال كوروجن، وبتستحمل كمان الكوروجن اللي ممكن ينتج من التربة المحيطة. دي مواسير ناعمة خفيفة ورخيصة. بالرغم من الميزات اللي سبق وذكرناها المواسير الأسبستوس، لكن المشكلة ان هم ليهم كارسينوجينيك إيفكت بالذات أثناء الاستنشاق بتاع الأبخرة بتاعته، وده ممكن يحصل أثناء عمليات التصنيع الصيانة وفي التخلص من المواسير دي. علشان كده بقى محظور قانونا استخدام المواسير ديت، وبيتم عمل احلال للمواسير الموجودة، ويوجولي الاحلال ده بيكون بمواسير PVC او PE اللي هو البوليفينال كلورايد او بولي ايثيلين. النوع اللي بعد كده من المواسير اللي عندنا هي المواسير الخرسانة، واحنا عندنا عدة انواع من المواسير الخرسانة: مواسير خرسانة مسلحة، مواسير خرسانة سابقة الاجهاد، ومواسير خرسانة سابقة الاجهاد فيها اسطوانة داخلية من الستيل، ودي بتستخدم اساسا في الضغوط العالية في خطوط المياه الرئيسية والخطوط الناقلة اللي بيكون الدايمتر بتاعها كبير والبريشر فيها عالي. مواسير الرينفورست كونكريت بايبس ما بتتحملش ضغط داخلي عالي، وبالتالي ما بنستخدمهاش في
شبكات التوزيع البريشرايزد، لكن بنستخدمها استخدامات مخصوصة، أشهرها الانتيك كوندويت اللي هي الماسورة اللي بتنقل مياه من الريفر أو الكنال لغاية الرو ووتر سامب، والاستخدام التاني إنه ككيسينج للمواسير في الكروسينجز أو العدايات. الشكل اللي قدامنا ده للمواسير الرينفورسد كونكريت اللي جواها الستيل سيلندر. البريستريست كونكريت بايبس اللي فيها الستيل سيلندر ديت بتستخدم لما اكون محتاج دايمتر كبير مش افيلبل في الدايمترز الكوميرشال في الدكتايل ايرون مثلا، وكمان البريشر بتاعتي بتكون عاليه جدا. الاستخدام الاساسي هو في الووتر ترانسبورت لاينز او الخطوط الناقله والمين فيدرز اللي بتكون اقطارها كبيره جدا. النوع اللي نتكلم عليه بعد كده من المواسير هي المواسير البلاستيك، والبلاستيك في منهم نوعين، البولي فينايل كلورايد بي في سي والبولي ايثيلين بي اي. مقارنة بالمواسير الميتال عندنا المواسير البلاستيك ليها excellent corrosion characteristics، يعني تأثرها بالتآكل قليل جدا، مواسير خفيفة بالتالي في سهولة في نقلها وتشوينها، كمان بتبقى بتنتج بأطوال كبيرة وبالتالي عدد الكونكشنز بيقل واحتمالات الليكج أقل، تكلفة إنتاجها وكمان تكلفة تركيبها رخيصة. وديت أشكال من المواسير البولي فينايل كلورايد بتوصل up to diameter 600 ملي، وبتستخدم mainly في الووتر ديستريبيوشن نتورك في الأقطار الصغيرة والمتوسطة. العيب الأساسي في مواسير الـ PVC هو تأثرها بالحرارة اللي بيعمل deformation في جسم الماسورة، وعلشان نقلل التأثير دوت لازم ناخد بالنا في تخزين وفي تشوين المواسير، بالذات في المناطق اللي بيكون فيها درجة حرارة عالية أو هتتعرض المواسير بتاعتنا للشمس. النوع الثاني هو البولي إيثيلين بايب، وده في منه 3 كاتيجوريز: لو دنسيتي بولي إيثيلين، ميديوم دنسيتي، وهاي دنسيتي بولي إيثيلين، وهو دوت اللي يوجولي بنستخدمه في شبكات المية، وابتدى يتصنع بأقطار كبيرة ابتدت توصل up to 800 ملي. وده أشكال المواسير البوليسيلين، في الدايمتر الصغير ممكن تبقى فلكسبل زي الأشكال اللي موجودة قدامنا، وده شكلها في الأقطار الكبيرة، واضح إنه ثيكنس الماسورة نفسها ابتدى يزيد. المواسير البوليسيلين كومبيرد للبي في سي، المواسير الهاي دنسيتي بوليسيلين بتتحمل الستريسز بصورة أكتر، تأثرها بدرجة الحرارة أقل، very flexible، في سهولة في الويلدنج بتاعها والنتيجة بتاعت اللحام بتاعها بتكون أفضل، وكمان بتستحمل البريشر، لكن هي طبعا أغلى من البي في سي. وده شكل لمواسير بوليسيلين في أطوال كبيرة وكمان أقطار كبيرة. النوع الأخير من المواسير البلاستيك هو الجلاس رينفورس بلاستيك أو الجي ار بي أو البلاستيك المسلح بالألياف الزجاجية، وديت مواسير أفضل من البي في سي في تحملها للبريشر وفي إنتاجها بأقطار أكبر وفي تأثرها بدرجة الحرارة، وأغلى طبعا من البي في سي. ده أشكال للفيتنجز اللي بتنتج من الجي ار بي. بعد ما اتكلمنا عن البايب ماتيريالز عايزين نتكلم مع بعض عن الجوينتس، عن الصمامات وعن الفيتنجز اللي بتستخدم في الشبكات. نتكلم في الأول مع بعض عن الجوينتس أو الوصلات، وعايزين نقول إنه الوصلات لو ما تنفذتش بطريقة سليمة بتكون مصدر للليكج أو التسريب، وبالتالي لازم نهتم بتنفيذ الوصلات وإن هي ما تكونش نقطة ضعف في المواسير بتاعتنا. عندنا نوعين من الوصلات: الريجيد جوينتس أو الوصلات الثابتة، ودي ما بتسمحش بأي ديفليكشن أو إنه يكون في أي ميل بين الماسورة والتانية اللي الوصلة بتوصل بينهم، وبالتالي أي تغير في الدايركشن هيتعمل بفيتنج.
الفلكسبل جوينتس او الوصلات المرنه ممكن تسمح بديفليكشن بسيط، وبالتالي ممكن نعمل زي منحنى او كيرف بسيط بخط المواسير. النوع الاول من الوصلات هي الوصلات الملحومه او الويلد جوينتس، ودي بتستخدم غالبا في المواسير الستيل، وده نوع رخيص من الجوينتس، وده بيوصف ان هو ريجيد جوينت، وبتكون وصلات قويه بتخلي بتسمح انه المواسير تتربط ببعض بصوره كافيه من غير ما يحصل ليكج، وبتتحمل ضغوط عاليه. الويلدد جوينتس كمان بتستخدم في المواسير البولي اسيلين بايب، وان كانت بطريقه مختلفه الهوت بليت او الكترو فيوجن، والمواسير بتاعتنا بتتلحم في بعض عن طريق بليت سخن. النوع التالي من الوصلات هو الفلانج جوينتس. فلانج جوينتس مينلي بتستخدم في المواسير الميتاليك، لكن كمان بتستخدم في المواسير البولي اسيلين، ودولت بيعتبروا ريجيد جوينتس. يعني ايه فلانج؟ فلانج زي ما باين في الصور اللي قدامنا هي عبارة عن حلقة بتكون في نهاية الماسورة، والحلقة دي فيها مجموعة من الفتحات. بنجيب ماسورتين قدام بعض، بتتحط التو فلانجز قدام بعض وبينهم رابر رينج بحيث انه فتحات المسامير تكون قدام بعض، بندخل فيهم المسامير وبنربطها، وبالتالي بتكون كده الماسورتين اتركبوا مع بعض. من اشهر الاماكن اللي بنشوف فيها فلانج جوينتس هي محطات الرفع زي ما هنشوف في سلايد قادمه. النوع التاني من الوصلات هو وصلات الراس والديل، ودوت زي ما باين في الشكل اللي قدامنا الماسورة بيكون ليها نهايتين، نهاية بالدايمتر العادي ودي اللي بنسميها الديل، ونهاية بالدايمتر الأكبر ودي اللي بنسميها الراس، والديل بتاع الماسورة بيدخل في راس الماسورة اللي قبلها وهكذا. الوصلات الراس والديل بيعتبروا flexible joints، وده معناه ان نقدر نعمل انحناء بسيط بين كل ماسوره والتانيه، ونقدر بيه ننفذ curvature كبير. زي ما اتفقنا ان الماسوره الطرف الديل بيبقى pushed في الراس، وبيكون في جوان متركب علشان يضمن ان يكون في ceiling كامل. مع حركة المية ضغط المية بيزود التايتنينج أو التماسك بتاع الماسورة، وبالتالي الكونكشن بتكون قوية. النوع الوصلات الراس والديل بيستخدم مع مواسير بريستريس كونكريت، مواسير الدكتايل، البي في سي والجي ار بي. عايزين نتكلم عن الفيتنجز او القطع الخاصة بتاعتنا. الفيتنجز يوجوالي بيستخدموا لو في change in diameter، والقطعة في الحالة دي بيبقى اسمها reducer. change of material لو عندي change of pipe direction، ودي بتبقى usually الاكواع. لو عندي intersection وده بيبقى usually ال T-connection، وكمان لو هنركب valves, water meters و fire hydrants. ده شكل لبعض انواع الفيتنج من الدكتايل ايرون، وممكن نلاقي ان الطرفين فيهم فلانجز، او ناحيه نلاقي فلانج وناحيه نلاقي سوكت، او في كل الاطراف نلاقي سوكت. في السلايد اللي قدامنا الوول بيس او وصله الحائط او البادل فلانج، ودي بنسميها قطعه خاصه. الغرض ان الوول بيس بتاعتنا بتكون جزء من ماسوره بيتثبت في الحيطه، سواء كانت حيطه خزان او حيطه غرفه، بحيث انه الجزء دوت يكون جزء من الحائط، وترجع بعد كده بقيه خطوط المواسير تتوصل بيه، والهدف انه الجزء ده من الماسوره يكون جزء من الغرفه او الخزان، وبعد كده يتثبت في باقي خط المواسير. نتكلم في الجزء الجاي عن الفالفز او الصمامات او المحابس، انواعها وطريقة تشغيلها والوظيفة بتاعتها. بس مينلي الفالفز بتحقق لي ثلاث وظائف. اول حاجة ان انا اتحكم في الفلو او في البريشر. الحاجة التانية ان انا اعمل اكسكلوجن او افصل جزء من الشبكة نتيجة حدوث امرجنسي او في ضرورة للاصلاح. واخيرا ان انا احمي الخزانات او الطرمبات بتاعتها.
الفالفز mainly بتعتمد على حركة element معين بحيث ان هو يقفل الفالف، والحركة دي قد تكون يقفل او يفتح الفالف طبعا، والحركة دي قد تكون خطية linear زي الجيت فالف، او تكون حركة فيها rotation زي البترفلاي فالف. اول نوع من الصمامات اللي هنتكلم عنه هو الايزوليشن فالفز، ودي بنسميها بالعربي يا صمامات حجز يا صمامات قفل. زي ما هو باين من اسمها، المقصود بيه ان انا ايزوليت بايب سكشن، يعني اقفل الميه عن احدى القطاعات او الريتشز في الماسوره. الرمز بتاع الفالف مرسوم عندنا فوق كانه اتنين راس سهم في وش بعض. طيب الايزوليشن فالفز المفروض يتحطوا فين؟ اول حاجه في الشبكات التوزيع بنلاقيهم عند الانترسكشنز او التقاطعات، بيتحطوا بعدد n minus 1 after the intersection. يعني لو انا عندي فرعه فيها ثلاث مواسير، بشوف الميه جايه من انهي اتجاه، الماسورتين التانيين اللي الميه رايحه لهم هم دول اللي هحط عليهم محبسين. بالتالي يبقى لو الفرعة فيها ثلاث مواسير يبقى أنا بحط n minus 1 يعني 3 ناقص 1 يعني محبسين، وزي ما قلنا بيتحطوا على بعد التقاطع. طيب لازم كمان أحط isolation valves في بداية اللاترالز علشان أقدر أتحكم لو عايز أفصل اللاترالز دول. طيب لو عندي خطوط طوالي ما عليهاش intersections لازم برضو على كل مسافة محددة أحط محبس، علشان لو حصل عطل او كسر في الريتش بتاعتي اقدر افصلها عن باقي خط المواسير. المسافة دي بتعتمد على قطر الماسورة طبقا للجدول 4-1 اللي قدامنا. فلو مثلا ماسورة قطرها اقل من 600 ملي، اقصى مسافة بين محبسين ورا بعض المفروض تكون 1000 متر وهكذا. كمان بحط الايزوليشن فالفز في البامب ستيشن او محطات الرف، وده عشان اقدر اتحكم لو محتاج ان انا اقفل المواسير بتاعتي. وكمان بنلاقيها في التانكس وفي الريزرفوار زي ما شفنا مع بعض مثلا في الخزانات العاليه بتاعتنا. انواع الايزوليشن فالفز هما مينلي جيت وباترفلاي فالفز اللي هنتكلم عنهم في السلايدز اللي جايه. النوع الأول من الايزوليشن فالفز أو صمامات الحجز هو صمام البوابة أو الجيت فالف. ده عبارة عن ديسك، الديسك يا إما بينزل عشان يقفل تماما مسار المية أو يترفع لفوق يفتح مسار المية. الديسك دوت المشكلة بتاعته إن هو عشان يترفع لفوق محتاج مكان كبير، وبالتالي كلما زاد قطر الماسورة اللي متركب عليها الخط كلما كبر حجم المحبس، وده العيب الأساسي بتاعه. مش حاجة common ان احنا نعمل flow regulation باستخدام الجيت فالف، لكن هي ممكنة. الجيت فالف ممكن يبقى automatically operated باستخدام موتور زي ما باين في الصورة اللي على الشمال، او يبقى manually operated زي ما باين في الصورة اللي على اليمين بواسطة التارة اللي باينة في الصورة. النوع التاني من الايزوليشن فالفز هو البترفلاي فالف او صمام الفراشة. الصمام دوت فيه عبارة عن ديسك، الديسك دوت بيلف حوالين أكسيز سواء رأسي أو أفق. لما الصمام بيكون fully opened الديسك ده بيبقى في position parallel لاتجاه الفلو أو in line مع الفلو، ولما بيبقى مقفول بيكون اتجاه الديسك عمودي على اتجاه الفلو في المحبس. بيستخدم صمام الفراشة أو الباترفلاي فالف في شبكات توزيع المياه وفي البامب ستيشنز، وفي البامب ستيشن بنفضل استخدامه لأنه مقاسه كومباكتد، وبالتالي بيبقى أسهل وأفضل إن احنا نستخدمه في محطات الرفع. العيب الأساسي إن الديسك ده موجود بصورة دائمة وبيعمل sort of obstruction في الماسورة، بتعوق لو حبينا نعمل تنظيف ميكانيكي للشبكة. زي ما اتكلمنا عن الباترفلاي فالف، في وضع للصمام وهو مفتوح ووضع للصمام وهو مقفول، ونقدر نعمل flow regulation او ان الصمام يكون partially opened عن طريق ان الديسك يكون مايل بزاوية معينة. الصور اللي قدامنا بتوضح صمام الفراشة وباين فيه الديسك اللي على الشمال partially opened وعلى اليمين مقفول بما ان الديسك رأسي تماما.
الباترفلاي فالف هو كمان ممكن يبقى مانوالي اوبريتد زي في الصورة اللي على اليمين بواسطة الطارة اللي قدامنا، او اوتوماتيكلي اوبريتد زي الصورة اللي على الشمال. تاني نوع من الفالفز نتكلم عليه هو الفلويد فالف. الفلويد فالف او صمام العوامة دوت، لو بنتكلم عن السمول سايز فلويد فالفز، بتكون عبارة عن عوامة فعلية بتكون عايمة على وش المية ومتوصلة بواسطة الدراع زي ما باين في الصورة اللي قدامنا. مع ارتفاع منسوب المية في الخزان او الريزرفوار او السامب اللي احنا مركبين فيها الصمام العوامة، بيفضل الدراع يترفع لغاية لما المية تكون وصلت للمنسوب التصميمي بتاعها. في الحالة ديت الدراع بيقفل المحبس اللي العوامة متوصلة بيه وبيمنع دخول المية للخزان. طبعا لما حجم السامب او الخزان بتاعنا بيكبر بنلجأ ان احنا نستخدم اوتوماتيك فلويد فالفز عبارة عن سنسرز بتكون موجودة وهي اللي بتقفل المحبس بتاعنا. النوع الثالث من الصمامات هو النون ريتيرن فالف او صمام عدم الرجوع او التشيك فالف، وده بيسمح بمرور المية في اتجاه واحد وبيمنع ارتدادها في الاتجاه العكسي. واهم مكان نحطه فيه هو البامب ستيشنز على مواسير الطرد بتاعة الترمبات عشان يمنع ارتداد المية عليها. بيتحط كمان على ماسورة التفريغ بتاعة الاليفيتد تانك زي ما اخدنا. مهم قوي ان احنا نعرف انه it is not allowed في النتورك، لان هو هيمنع السيركوليشن، وزي ما اتفقنا السيركوليشن ديت من اهم الحاجات اللي بدور عليها في الـ grid iron systems او الـ looped system. زي ما باين في الرسمة اللي قدامنا، هو عبارة عن ديسك متوصل بهنج. في حالة مرور المية زي في الرسمة اليمين بالسهم الأزرق، الديسك بيتزق والمية بتقدر تتحرك. في حالة ارتداد المية في الاتجاه العكسي اللي هو ظاهر باللون الأحمر في الرسمة الشمال، بتمنع مرور المية في الاتجاه العكسي. النوع الرابع من المحابس الاير فالف، وده الغرض منه انه يريليس الاكسس اير في البايبلاينز. الهواء بيبقى موجود في البايبلاينز لما المواسير بتاعتنا بتكون فاضية عند بداية الضخ، الهواء بيتجمع في النقاط العالية ودوت بيتسبب في انه الهواء يتجمع في النقط العالية ديت. لو الضغط عالي ممكن يسبب مشكلة في النقط ديت، بيبتدي المشاكل بتكون ان النقطة دي بتضعف ومع الوقت ممكن يبتدي يحصل فيها زي كسر. بتحط فين صمامات الهواء؟ بتتحط في النقط العالية لان زي ما قلنا الهواء بيتجمع في النقط العالية في الخطوط وكمان في العديات او في الكروسنجز. الصورة اللي قدامنا فيها على الشمال شكل صمام الهواء وازاي انه بيبقى متركب على النقط العالية، والشكل اليمين بيوضح شكل الصمام من جوه وازاي الكورة اللي موجودة فيه بتبقى موجودة في مكانها في حالة التشغيل الطبيعي. ولما هواء بيدخل الصمام الكورة بتتحرك وبتفتح الفتحة اللي فوق وبيتسرب الهواء الزيادة. والصورة اللي قدامنا بتوضح شكل صمام الهواء في الوضع المقفول وفي الوضع المفتوح. Pressure relief أو release valve ده صمام الغرض منه إنه يخفض الضغط في الخطوط لو حصل والضغط زاد عن value معينة، وبيبقى الهدف الأساسي حماية خطوط المواسير من إن هي ما تتعرضش لـ pressure زيادة. المحبس زي ما هو باين من قدامنا بيبقى فيه زي سوستة بتتحمل في العادي الضغط اللي متصمم عليه الخط. لو الضغط دوت تعدى الفاليو المصمم عليها بنلاقي ان السوستة بتنضغط وجزء من المية بيتسرب علشان يعمل ريليف او ريليس للبريشر. النوع الاخير من المحابس هو الوش اوت فالف او صمام الغسيل. وصمام الغسيل مش صمام زي اشكال الصمامات اللي خدناها قبل كده، لكن ده عبارة عن arrangement من قطعة من ماسورة ومحبس قفل عادي او isolation valve عادي، بتتركب على الخطوط بتاعتنا وبتتحط في اوطى نقطة بغرض تفريغ الخط من المية عند الصيانة.
الشكل اللي قدامنا دي وصلة فك وتركيب او dismantling joint، والقطعة دي زي ما هو باين هي بتتركب بين الصمامات لما ببقى عايز افك واركب الصمامات بسهولة علشان اعمل فيهم اعمال صيانة، فهي بتنضغط كأنه بيتداس عليها ونلاقي طولها يقصر، نقدر نسحبها فوق في غرف الصمامات، نفك الصمامات بسهولة، نرجع نركب الصمامات بعد ما تتصلح، ونرجع وصلة الفك والتركيب. ده شكل الـ Valve Installation في Pump Station، ويظهر عندنا الأنواع المختلفة من صمامات Isolation Valve، Non-Return Valve. المحابس بتاعتنا خصوصا محابس القفل لما أقطرها بتكبر عن 300 ملي، ومحابس الهواء ومحابس الغسيل بتتحط في غرف من الخرسانة المسلحة، وده بغرض أعمال تشغيل وصيانة المحابس، بمعنى أنه لما المحابس بتاعتي بتكون في الغرفة وعايز أقفل المحابس بسرعة، مجرد أن أنا برفع غطاء الأوضة وأقفل المحبس علشان يكون عندي سهولة وسرعة في الرسمة اللي قدامنا صورة لسلوز فالف تشامبر زي ما هي بتكون موجودة في الكود، والكود بيدينا أبعاد الغرفة بناء على أقطار المواسير اللي داخلاها، وكمان بيبان عندنا شكل القطع الخاصة اللي المفروض تكون موجودة في الغرفة. وده الإليفيشن بتاع الغرفة، وواضح فيها برضو الأبعاد والتفاصيل بتاعة القطع الخاصة. واخيرا نتكلم عن الستراس بلوكس، ودي بلوكس بتتحط عند الفيتنجز زي التي الكيعان التوبب وهكذا علشان تمنع البايب من الحركة في النقط ديت نتيجة الانترنال فورس بتاع الفلويد اللي ماشي في المواسير. الصورة ديت باين فيها الستراس بلوكس والاماكن اللي بتتحط فيها والفورسز اللي بتتعرض لها الفيتنجز بتاعتنا. أخيرا نحب نشوف الكود بيقول ايه في حالة تقاطع خط مية مع خط صرف. بيقول لو خط المية فوق خط الصرف المفروض ال vertical distance بينهم ما تقلش عن 30 سنتي فوق خط الصرف، وفي حالة ان خط المية هو اللي تحت خط الصرف فالمسافة دي ما تقلش عن 60 سنتي، ويجب في الحالة دي تغليف خط المية بغلاف خرسانة بطول ما يقلش عن 1 متر بلس قطر ماسورة الصرف. بالنسبة للكوفر اللي فوق المواسير ما يقلش عن 1 متر فوق خطوط التغذية اللي بتعدي في الشوارع، وممكن نقلله ل60 سنتي لو كان في حالة ممرات مشاة أو أرصفة. ولو اضطرينا إن الكوفر يقل عن المتر أو ال60 سنتي اللي ذكرناهم، ففي الحالة ديت يجب حماية المواسير بغلاف من الخرسانة. أخيرا نشوف سامري للي أخدناه في محاضرة النهاردة، إزاي شفنا مع بعض إزاي ممكن نختار السوتبل بايب ماتيريال لاستخدام معين، الوظائف بتاعة الفالفز المختلفة وأماكنها، وأخيرا الديفرنت تايب أوف فيتنجز.